عندنا أول حاجة هي principe du base d'audit du site. Principe du base d'audit du site. On a une introduction. L'introduction l'expression SEO technique fait référence à l'optimisation de votre site pour l'exploration et l'indexation. D'abord, avec le lien. ورحنا العام الفايت كنا شفنا هذوك لي ميتا كنا شفنا التايتل كنا شفنا لو كونتوني الهيدين كنا شفنا يعني واحد العدد كبير 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 ديال لي باديز اللي كنا كنقولوا خاصنا يكونوا كوم الفو باش ديك الساعه السيت انترنت ديالي تقدي تغوب اي تري ريفونس اكسيتيرا راه لا فاز الاولى خاص اول حاجه انا داك لو كونتوني اللي كنقدمو خاص ما يكون فيه حتى شي مشكل راه هنا علاش كنكونوا مطالبين في الاول اننا فاش نكونوا كنكريو ان سيت انترنت نكونوا كناخذوا بعين الاعتبار ما يسمى بالتكنيكال سيو او سيو تكنيك حيت راه يقدر يكون عندي انا واحد لو كونتوني اللي عمرو غادي يتاندكسا عمرني غادي نقلب عليه وغادي نلقاه في الريزولتا علاش حيت تو سامبلومون ما احترمتش بزاف ديال الحاجات اللي نورمالمون كنخاصني اوتوماتيكمون نحترمهم هما اللي غادي نشوفوهم في التكنيكو سيو يعني ليكسبريسيون سيو تكنيك في ريفيرونس على اوبتيميزاسيون دو فوتر سيت بور ليكسبلوراسيون اي لانديكساسيون يعني تو سامبلومون راه لوتيليزاسيون علاش حنايا اصلا غادي نعتمدو على التكنيكو سيو غير باش نقدو نانديكسيو نانديكسيو نوتر سيت انترنيت يعني لو سيت انترنيت ديالي يتكسبلور ويتاندكسا مازال ما كنفكروش واش غادي يكون في المرتبه الاولى ديال الكلاسمون ديالو كنفكروش في هذا يعني كنفكرو غير لو سيت انترنت ديالي يعترف به ان مود دو ريشيرش يعني نكتب مثلا البراند يعني نكتب السميه ديال لو سيت بحال دابا كومبيتنس سنتر نكتب كومبيتنس سنتر نكتب حداها بحال دابا شي سميه ديال شي باج اوتوماتيكمون خاصني نلقاها كاين لانني انديكيت ان البراند هي كومبيتنس سنتر يعني انا كنطلب على واحد لاباج اللي كاينه في واحد لو سيت سميتها كومبيتنس سنتر هذه هي الحاله يعني كما قلنا احنا كنعتمدوا على هذا لو سيو تكنيك باش توقع العمليه ديال ليكسبلوراسيون وديال لانديكساسيون يعني الموقع ديال الحاجه الاولى مالو كيتكتشف من طرف مودر دو ريشيرش بحال دابا انا خدام على جوجل يعني خاصني واحد البوت واحد الكراول واحد لي روبو ديال مودر دو ريشيرش جوجل يكتشف ليا لاباج ديالي حيت اوتوماتيكمون فاش كيكتشفها وكتكون احترمات واحد القواعد شنو كتوقع لانديكساسيون كتوقع الارض الشافه ملي كنقولوا لانديكساسيون بحال اللي كيدخل لك الموقع ديالك وكيمشي كيحطوك فيه واحد السيرفر اللي فيه قوه لي شنو سميتهم لي سيت انترنت ديال الناس اللي ديجا كرياوهم اكسيتيرا يعني بحال اللي كيقبط لك الموقع ديالك وكيمشي كيارشفو كيحطو لك في ان سيرفر باش لوقيته فاش كدير انت لا ريشيرش ديالك في الموتور دو ريشيرش راه اوتوماتيكمون كتخرج الى كنت احترمتي القواعد ديال الريفيرونسمون كوم الفو قلب لو ريفيرونسمون تكنيك كوفر تو يعني منين كنهضروا على ان ريفيرونسمون تكنيك راه حنا تو سامبلومون شنو كنكونوا كنقصدوا بين قوسين عندي دي بلون دو سيت شنو هما لي بلون دو سيت حنا شفناهم لاني ايكولي شنو هما لي بلون دو سيت تحياتكم يعني لي بلون دو سيت راه هما لي سيت ماب يعني لوقيته فاش كنكونوا قدينا واحد الخريطه للموقع باش كنقدموها لجوجل عندنا لي باليز ميتا دي زيكزومبل على لي باليز ميتا ديسكريبسيون تايتل كيورد روبوت اكسيتيرا حنا غادي نشوفوه لي ليا د لا ريشيرش دو مو كلي اكسيتيرا يعني راه حنايا فاش كنقولوا كنهضروا على ان ريفيرونس مو تكنيك راه كيكون كيشمل هاد العناصر هادو اللي قلنا بالاضافه لمجموعه من العناصر الاخرى دي كيسيون حدنا شكون عنده شي سؤال دابا قال لك بوركوا فار دو سيو تكنيك يعني حنايا علاش خاصنا نديرو هاد السيو تكنيك شوف قبل كراولز اندكس رانك كتبوا موتور دو ريشيرش ولا سيرش انجن سواء سيرش انجن ولا موتور دو ريشيرش
الى لاحظتوا معايا عندي في الاول الكرافو هي الاكسبلوراس هي الكرافو عندي من بعد اندكس ومن بعد شنو عندي عندي غران هادو راهما لي زيتاب اللي كيعتمد عليهم ان موتور دو كوشاج باش يقن يحط لك الموقع ديالو عندو يعني اول حاجه شنو هي هي البرافو هي الاكسبلوراسيون يعني الموقع ديالي انا شنو خاصو خاصو في البدايه يتكتشف كيفاش انا الموقع ديالي غادي يتكتشف وشكون هذا اللي غيكتشفو لي موتور دو كوشاج عندهم دي روبو اللي كيتسماو الكراولز ولا لي روبو ولا البوتس عندهم واحد العدد ديال لي روبو واحد سبايدرز اللي كيعتمدوا عليهم باش اوتوماتيكمون كيديروا لنا ليكسبلوراسيون ديالاش ديال نوترو سيت انترنيت يعني كيكتشفوا لنا في المرحله الاولى الموقع ديالنا المرحله الثانيه كتجي لانديكساسيون يعني الموقع ديالي راه من بعد ما كيتكتشف راه ماشي اوتوماتيكمون صافي اكتشفتو غادي ندوز لانديكساسيون راه اكتشفت الموقع ولكن لقيت فيه بزاف ديال المشاكل شي واحد يفكرني في واحد الحاجه كنا شفناها اللي كتخليني نوصل ولا نحبس غير في ليطاب ديال ليكسبلوراسيون ديال الكراوبولز الى عقلتو العام اللي فات كنا شفنا واحد الدوسي سميتو واحد الفيشي بوينت اكس سميتو روبوتاكس عقلتي على الروبوتاكس راه في الروبوتاكس يمكن لي انا نانديكي يعني كنقول لذاك الكراول داك الزاحف اللي كيجي باش يكسبلوري الموقع ديالي كنقول له شوف ما تانديكسيش انا ما بغيتوش يقلب على شي واحد يلقى في عمو دور كوشات يعني الروبوتاكس راه حنايا اذا مشينا كتبنا واحد لو كود في هاد الفيشي تاكس اللي قلنا كيتسمى الروبوتاكس راه يمكن لي في هاد الحاله هادي شنو ما نديرش لانديكساسيون نحبس غير حد ليكسبلوراسيون نحبس غير حد ليكسبلوراسيون حاجه اخرى لنفترض ان اكتشفنا الموقع ديالنا ودار لانديكساسيون يعني ارشفو حطو عندو داكشي كولو مزيان واخا هانتو دابا انا عندي ان سيت انترنت ياك خييت واحد لي سيت انترنت حتى شوف ان سيرفر راني ملي كنمشي كندير لا ريشيرش ديال ان موتور دو ريشيرش راه اوتوماتيكمون هذاك الريزولتا اللي كيعطيها ليا داك الموتور دو ريشيرش راه كتكون اركشيفي عندو مؤرشفة او انديكسي يعني ملي كيكتشف الموقع ديالي والموقع ديالي يعني مقاد فيه داكشي كوم يلفو كياخد داك الصفحات كيمشي كيحطهم عندو في ان سيرفر لانديكساسيون بحال اللي كنقول لك كنشد انا الباج ديالي ان سيرفر هذاك السيرفر هو اللي كيكون كيعطيني الريزولتا دو ريشيرش يعني ملي كنمشي كنقلب اوتوماتيكمون الريزولتا اللي كتجيني من طرف جوجل وجوجل فين حاطه لي باج ديالها فين حاطه يعني داك لي باج اللي تاندكس حاطه في السيرفر يعني الاندكس السيرفر اللي كنقول لك هذا السيت ديالك مقاد مزيان وراه ليا انا حتى شفت السيرفر الفلاني لقيت مشيت دير انت لا ريشيرش ديالك شنو اوتوماتيكمون بدات تشوف الريزولتا عندي هذا هو لانديكساسيون اما هذه ليكسبلوراسيون اللي ليكسبلوراسيون مازال عاد كنكتشف انت غادي دوز ان اونتروتيان راه ماشي على القطه الاولى غادي ناكسبتك غادوز لونتروتيان ونكتشفك ونشوف واش كومبيتون اكسيتيرا عاد من بعد كنقرر واش هاد السيد هذا غادي تاكسبتا ولا ما غادي تاكسبتاش منين غادي تاكسبتا المرحله اللي غادي ندوزو ليها شنو هي انك غادي لا اكسبتيجي هي لانديكساسيون ليكسبلوراسيون هي فاش كنكون انا مازال كندوز لك لونتروتيان مازال عاد كنعرفك شكون انت الا قررت انك نجحتي صافي راه تاندكسيتي منين غادي تاندكس منين غادي تنجح فين غادي ندوزو ندوزو لواحد الحاجه اللي كتسمى الرانك ولا الكلاس ولا الاكسسبيلتي كيفاش حنا ملي كنكونو كنقلبو في جوجل كيعطينا ان ريزولتا ديال الشاش وراه هي اللي كتسمى الرانك هي اللي كتسمى شنو الرانك يعني ملي كنقلب على واحد الحاجه كيعطيني واحد العدد ديال الريزولتا دونك كما قلنا راه الوقت اللي كيتش عندك صح اوتوماتيكمون شنو كيوقع له كيوقع له ان كلاسمون صافي شديت الموقع ديالك حتى جهدي ان سيرفر يعني هنايا كنقولو كنهضرو على ياش على الكلاسمون ديال الموقع ديالك
باش الموقع ديالك يكون في كلاس الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا في لاباج الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وهذا فيما يخص الرانك. اجي نشوف واحد الحاجه، قال لك سي فوتخ سيت ويب امبيش سو بروسيسو Vous ne pourrez pas classer vos pages. Entre parenthèses, problème d'exploration. Si vous avez un problème, le mouchkil est là. Dans le cas, il dit, le mot est là. Il fait le mouchkil, il ne peut pas faire. Le mot est là, il ne peut pas faire. 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 Il ne عاد كيت اندكسا عاد كيبان لك كلاسمون. انا الموقع ديالي ما كاينش كاع، ما كاينش ما لقيتوش، عندي واحد المشكل في الاكسبلوراسيون. دونك هنا يعلم علاش كنكونوا كنهضروا، كنهضروا على واحد الايشيو، واحد البروبليم، واحد المشكل اللي هو المشكل ديالاش ديال الكراول والاندكس، ديال الكراول والاندكس. كيفاش تفرعوا الاندكس؟ يقول لك بين قوسين بروبليم ديكسبلوراسيون، يعني راه الموقع ديالي ما تيكسبلوراش. علاش؟ حيتاش انا عندي مشكل هنا اوتوماتيكمون، عندي مشكل هنا ما غاديش يدوز الاندكساسيون. علاش؟ حيتاش كما قلت لكم راه ممكن لي انا شنو ندير في الروبوتاكس، نقول له انا ما بغيتش هاد لاباج تاندكسيها، وداك لاباج الا ما تاندكساش اوتوماتيكمون ما غاديش تبان لك ريزولتا فين في ان موتور دو ريشيرش. يعني قال لك سي فوتخ سيت ويب امبيش سو بروسيسو، البروسيسو ديالنا هو ليكسبلوراسيون او ميم طون لاندكساسيون. فو نو بوغي با كلاسي فو باج، يعني راه فاش كيوقع الكلاسمون ديال لاباج ديال الرانك خاصنا هاد جوج ديال الشروط يتحققوا. يعني قال لك Vous ne pourrez pas classer vos pages. Voilà, les pages diables, ou le site internet diable, Mario Kadouche, un classement. Automatiquement, il y a quand même Mario Kadouche, un classement. Sinon, alors, ça, c'est un des mouches qui sont en index sur le crowd. Manquez d'explorer le site internet diable, ou il y a même un indexage. Ou le chinois. Mais explorer ce gars. Automatiquement, on va dire un indexage. C'est bon? À dire vraiment? قال لك سي فوتخ كونتوني ني با فاسيلمون كومبري فو ريسكي دو ديغرادي فو بوزيسيون دو كلاسمون بروبليم دانديكساسيون او دو كونتوني. دابا المشكل هنا فين عندنا؟ غير في هاد التلاتة هادو. في الأول قلنا المشكل كاين سوا في ليكسبلوراسيون سوا في لانديكساسيون، هاديك النسبة الأولى. ولكن الثانية قال لك Si votre contenu n'est pas facilement compris, il y a un محتوى ديالي انا اللي انا حاطه في داك السيت ما مفهومش. Vous risquez de dégrader vos positions du classement. ملي كنكونو كنديرو لا ريشيرش ديالنا، شحال من مرة كنطلع ريزولتات ريشيرش كاينة في لاباج 10 ولا لاباج 11 ولا لاباج 9 ولا لاباج 8، علاش داك الريزولتا ما جاتناش في لاباج الأولى؟ علاش ما جاتناش هي الكلاسمون الأول؟ علاش ما جاتناش هي الكلاسمون الثاني؟ أوتوماتيكمون راه كاين واحد المشكل اللي هو مشكل ديال لو كونتوني ولا ديال الاندكساسيون. مشكل ديال لو كونتوني ولا ديال الاندكساسيون. كيفاش؟ راه الا كان لو كونتوني ديالي انا ما فهمتش، راه في داك لي طاب لا ولا ديال ليكسبلوراسيون، راه داك الزاحف براسو ما غيفهمش ولا شي حاجه، هو براسو ما فهمش ماذا بك انت. دونك اوتوماتيكمون باش نقدو نديرو لاكسيسيون ديال واحد لو سيت انترنيت كوم الفو، خاصنا نيفيتيو هاد المشاكل كاملة. يعني اوتوماتيكمون خاصنا نكون عارف بزاف ديال الحاجات على لو كروبولتي ولا ليكسبلوراسيون، كيفاش انا لو سيت انترنيت ديالي كريتو كيفاش يتاكسبلورا بدون مشاكل، كيفاش يتاندكسا فاسيلمون، كيفاش يتكلاسا بارمي لي بخوميي ريزولتا. C'est bon. Des questions? Je connais une question. Peut-être chez les gens. Je vous d'abord B.
عندنا فيها ليكسبلوراس، يعني الحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها هي هاد الكولابوراتيف ولا ليكسبلوراس. يعني دابا نشوفو اون ديتاي شنو هي ليكسبلوراس، يعني هاد العمليه هادي ديال الاكتشاف. قال لك اسيدي l'exploration décrit la capacité de moteur de recherche à accéder au contenu d'une page et à l'explorer. يعني هاد لا فاز ديال الاكتشاف خاصني انا نكون فاسيليتيش بزاف ديال الحاجات باش الوقت فاش كيجينا ان موتور دو ريشيرش يعني سيرش انجين فاش كيجي كيخدم داك الروبوت ولا البوت ولا الكراول. الكراول هما الزواحف، هما داك الخوارزميات ولا داك لي روبو اللي كيعتمد عليهم ان موتور دو ريشيرش باش كيبقى كيكسبلوري لي باج ولا لي سيت انترنيت اللي هو اللي كاين في ان سيرفر. سي بون. دونك قال لك ليكسبلوراسيون ديكري لا كاباسيتي دو موتور دو ريشيرش ا اكسيدي كونتوني دو باج ا ليكسبلوري. يعني راه هاد العمليه هادي ديال الاكتشاف راه تتم عن طريق محرك بحث، يعني سواء جوجل سواء ياهو سواء لينك سواء اندكس، يعني ان موتور دو ريشيرش. وهذاك الموتور دو ريشيرش راه كيعتمد على واحد البوت، واحد لي روبو، واحد سبايدرز اللي هما اللي كيمشيو كيقوموا بهاد العمليه ديال l'exploration. Alors, si un set n'a pas de problème de capacité d'exploration, les robots d'exploration peuvent accéder facilement à tout son contenu en suivant des liens entre les pages. Ça veut dire الى ما كان شي مشكل اوتوماتيكمون تيدوز للاندكس. حنا مازال في ليطاب ديال ليكسبلوراسيون، حنا مازال ما تسنا للاندكس. دابا هادشي كله اللي كنشوفو اون غولاسيون غير مع ليكسبلوراسيون، يعني كنحاولو نيميتيو مشاكل اللي يخليو السيت انترنيت ديالنا ما يتيكسبلوراش. فاش راه ممكن انا نكري واحد لاباج عم غطلع في ريزولتا ديال الوشاش عم غطلع، حيتاش راه كاينين طرق من بينهم كاين روبوتكس وكاين طريقه اخرى حنا غادي نشوفوها. دونك قال لك سي ان سيت نا با دو بروبليم في كاباسيتي ديكسبلوراسيون، يعني دابا لو سيت انترنت ديالنا ما فيه حتى شي مشكل، يعني ممكن نكتشفوا لي روبو ديكسبلوراسيون. لي روبو ديكسبلوراسيون يعني كما قلت لكم كل موتور دو ريشيرش كيعتمد على واحد العدد ديال سبايدرز ولا لي روبو ولا البوكس ولا الكراولز، يعني الزواحف داك لي روبو اللي كيكونوا كي اكتشفوا peuvent accéder facilement à tout son contenu en suivant des liens entre les pages. هذه بليز امبورطون بزاف. راه ملي كنكريو حنايا واحد لو سيت انترنيت، واش هاد لو سيت فيه غير باج وحده ولا فيه بزاف ديال لي باج؟ يعني لا بلوبار ديال لي سيت انترنيت بسيتنا لي بورتفوليو بسيتنا ان سيت بيرسونيل اللي كتلقى فيه جوستومون ان سيت باج. مي ملي كنهضروا على ان سيت اي كوميرس واش كتلقى فيه لي باج؟ كتلقى فيه بزاف ديال لي باج. واش من نظركم هاد الروبوت هاد الكراولز هاد الزواحف كيقبطوا كل باج وكيبقاو يكتشفوا فيها؟ لا، راه اوتوماتيكمون اون فوا اون فوا كيلقى باج وحده، يعني تلقى لنا لا باج داكي شنو كيولي يدير؟ كيولي كيكتشف لي زوطخ باج ابارتيغ من لي ليان انترن اللي كاينين في لو سيت. كيفاش لي ليان انترن؟ ماشي لي سيت كنلقى فيهم هنايا هوم فورماسيون سيرتيفيكاسيون كونتاكت، يعني كنلقى واحد العدد ديال لي ليان. راه الكراوز اوتوماتيكمون اون فوا كيديتكتي باج كيبقى كيشوف لي ليان انترن اللي عندك في الويب، كيمشي كيقلب فيهم كاع ثاني كيدير لهم اكسبلوراسيون. يعني اون فوا جي قلب باج عن طريق هذوك لي ليان انترن شنو كيدير؟ كيكتشف لي زوطخ باج. هادشي علاش
خاصنا نيفيتي واحد الايشيو واحد البروبليم اللي هو البروكن لينكس ولا لي ليان بريزي. كيفاش لي ليان بريزي؟ ماشي شحال من مره كندخلوا لشي ليان كيقول لك 404 باج نوت فون، كيقول لك هاد لاباج هادي راه ما كايناش. الى عقلتو العام الفات فاش كنا كندخلوا لجوجل سيرش كونسول كنا كنلقاو واحد ليغار بالحمر كيقول لك راه هاد لي باج هادو لو ليان ديالهم بريزي. ملي كنقولوا اليان بريزي هي ملي كتمشي تدخل واحد ليان داك لاباج اصلا ما كيعطيهالكش، كيقول لك هاد لاباج ما كايناش. راه كاينين اسباب اللي خلاو داك لاباج ما تكونش. شنو هما مثلا هاد الاسباب اللي خلاو ان لاباج ديالنا ما تكونش؟ دابا هو في ليطا ديال ليكسبلوراسيون مازال كيكتشف ياك، ومشى لواحد لوليان باش يكتشفو ولقاه بريزي لقاه ما كاينش. تو سامبلومون شنو هما الاسباب اللي غادي يخليو لوليان ديالنا اصلا ما يكونش؟ كيفاش في الكون؟ لا سورس فوالا صحيحة. يعني كما قلتي سوا لا باج ديالنا ما كايناش، سوا لا باج ديالنا اصلا ما كايناش، سوا سورس خطا. وانا عندي باج كاتبها اندكس ياك، واحد النهار درت ان شونجمون مابقاتش عندي اندكس ولا سميتها كونتاكت. هنا خاصك انت تمشي تعمل ان شونجمون لا باج ديالك، راه كانت سميتها اندكس، ما إذا قولت سميتها كونتاكت واش فاش غاتكليكي عليها غاتدي؟ ما غاتديش. هذا راه بروك لينكس، واحد الحاجة اللي كهار على داك الشيء. كتلقى لا بلوبار ديال لي سيت انترنيت شنو كيديرو؟ حنا غادي نشوفو لا سوليسيون ديالك، حنا نشوفو لا سوليسيون ديالك. قال لك دي ليان رومبو ولا لي ليان بريزي او دي زامباس peuvent entraîner des problèmes de capacité d'exploration car c'est-à-dire l'incapacité du moteur de recherche à accéder à un contenu spécifique sur un site. On a repris ce que je connais de l'opération de la phase d'exploration et ma zéro de l'évoque qui que je connais de l'opération. راه كيكتشفوهم عن طريق لي ليان اللي كيكونوا داخل السيت. راه على داكشي شحال من مره كتسمع لي زونيمون كتستخدم انت لو سيت ديالك وكتمشي كتحطو دوخو سيت انترنيت، راه واحد الحاجه اللي بلوز امبورتون بزاف. يعني لو سيت ديالك محطوط دوخو سيت، راه ممكن داك لو سيت كتسلوغ اوتوماتيكمون لو سيت ديالك حسابو رجع تسلوغ حيت راه كاين حاليا عندها فين داك لو سيت اللي تحتاجي فيه. شنو اللي تحتاجي فيه لو سيت انترنيت ديالك؟ يعني دابا هنا راه تو سامبلومون كيقول لك راه الا كان عندي انا واحد لوليان اللي بغيتي بريزي، واحد لوليان اللي بريزي، حنا قلنا لي ليان بريزي سوا كتلقى واحد لوليان اللي وقع فيه ان شونجمون واحد لا موديفيكاسيون شحال هذه كانت عندي لاباج سميتها اندكس مي اليوم ولات عندي سميتها كونتاكت، ولا شحال هذه كنت كاتب انا كونتاكت وهذه المره صدت كونتاكت اس. يعني هنايا كاين واحد المشكل. سوا حاجه اخرى لقيت فاش كنكون درت ان شونجمون لومبلاسمون وانا كانت عندي كونتاكت، كانت عندي كونتاكت واحد الدوسي سميتو مثلا سي سي، من بعد شديت كونتاكت درت لها ان شونجمون ما خليتهاش لو دوسي اللي سميتو سي سي، مشيت ديت زعما كونتاكت دوسي سميتو اكس. واش غادي يخدم؟ ما يخدمش حيت درنا ان شونجمون. شحال هادي كانت عندي كونتاكت دوسي سميتو سي سي ودابا شنو عندي؟ عندي كونتاكت دوسي سميتها اكس. يعني هذا راه واحد الدوليه مال بريزي بروكن لينك حيتاش دابا راه كيما قلت لكم احنا مازالين غير في لافاز ديال ليكسبلوراسيون، يعني كنحاولوا نشوفوا شنو هما المشاكل اللي نقدروا نواجهوهم في هاد لافاز هادي، ومن بعد كنحاولوا نشوفوا الحلول. يعني راه ما يمكنش انا نكري واحد السيت انترنيت وندير له هادشي كامل في التاريخ كنقول وما لو سيت انترنيت ديالي ما تاندكساش وما لو ما كيبانليش انا في الريزولتا ديال الغوشات، راه قد يكون عندك مشكل في ليكسبلوراسيون اللي هي اول حاجه. انت راه الموقع ديالك لم يتم اكتشافه، علاش؟ علاش عندك مشكل؟ شنو هو هذا المشكل؟
بينو هاد البروكن لينكس ولا لي ليان بريزي ولا رومبو. يعني انت كتقول لجوجل وبغيت انا تانكسي ليا ولا تكسبلور ليا هاد لي ليان، هاد لو ليان تفاعل مع هاد لي ليان، وداك لي ليان اصلا ما كاينينش. ملي كتدخلو كيعطيك داك ايرور ديال 404 ايرور، يعني كيقول لك هاد لاباج هادي راه نوت فاون، باج ما كايناش. دابا نشوفو شنو سميتو كسوليسيون، يعني لا سوليسيون اللي كيعتمدو عليها بزاف ديال لي سيت انترنيت، واللي غادي نحاولو نقدوها في هاد لا سيونسات. انا عندي مشكل ديال هاد 404 ايرور، يعني لو سيت انترنيت ديالي ولا لاباج ديالي اللي في داك لو سيت ما كايناش. شنو هو السوليسيون؟ السوليسيون غتقول ليا ونقدو نمشي نشوفو المشكل فين كاين ونصلحو. صحيح ممكن، ولكن لا بلوبار ديال لي سيت انترنيت كيعتمدو على ايش؟ على ريدايركت. كيفاش؟ كتقول له اسيدي الا كانت هاد لاباج اصلا انا ما عنديش، شنو غادي دير؟ اوتوماتيك مونتيه للباج 404 وافيشي له النيغرف. كتقول له فيه بان لاباج اللي بغيتي انت تدخل ليها راه اصلا ما كايناش نوت فاوند. اوتوماتيك مون في هاد لاباج هادي تقدر تلقاه داير لك واحد لو ليان اللي كيقول لك رجع ليا لاباج داكي، وليت ولا تلقاه داير لك لي ليان ديال لو سيت كامل شنو عندي اكسترا. دونك غادي ناخذ واحد العشرة ديال الدقائق نقادو فيها هاد لاباج ديال 404 ايرور. دونك كيفاش نقدو نديرو لا ريديريكسيون؟ انا عندي باج نوت فون، كيفاش نقدو ندير لا ريديريكسيون لهاد لاباج 404 ايرور؟